وتعالوا ناخد اول سؤال النهارده من الاستاذه ايمان. استاذه ايمان اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. حضرتك كنت اسال بس على اساس ان انا يعني جسمي ضعيف شويه، فلما باجي اطلع رصيف او انزل من مواصله بضطر ان انا اسند على واحد على واحده، الواحده مش مشكله بس بسند على واحد يعني من ظهر ايده كده بسند عليه. فكنت عايزه استفسر يعني دي مش كويس ولا ايه؟ طيب بتسالي على ان ده بينقض الوضوء ولا بتسالي ان ده حرام؟ لا لا مش نقض وضوء عموما يعني. لا 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 ده مش حرام، لا هذا ليس حرام. لا مش حرام يا ست. وما تحاوليش. اتفضلي. نعم اتفضلي. اتفضلي. فانا بقول لك لا ده مش حرام وليس عليك اسم في هذا. انت أوكي. عشان انت مضطره لهذا ومحتاجه لهذا. ايوه. اتفضلي. في واحد اسمه عبد اللهيان، ايه عبد اللهيان ده؟ من ايران تقريبا او حاجه زي كده. في حاجه كده عبد اللهيان؟ انا لم يرد امامي أن هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن اسمحي لي أن أنا أعمل كثير من البحث، لأني إحنا عندنا الأساس أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها ضوابط، والعبودية لا تنسب لله سبحانه، لا تنسب حقيقة إلا لله. وإن كانت مثلا نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زي عبد النبي مثلا، فبتنسب على أنه هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. فلازم أشوف الاسم دوت وإيه هي القصة، إيه القصة بمعنى إيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولدي آدم. فأنا لازم أشوف لفظ اللهيان دوت إيه المقصود به. وإن شاء الله أنا حتى لو أن حضرتك ما سألتنيش بكرة عليه، أنا إن شاء الله أجاوب على السؤال دوت بغير سؤال إن شاء الله.